نعم، وإلا مدير المخابرات السابق كان قد أدرج اسمه، يعني عثمان طرطاق أو طرطاق المدعو بشير، أدرج اسمه ضمن قائمة كانت قد اجتمعت في اجتماع مشبوه قال عنه قائد أركان الجيش في بيان شديد اللهجة. إذن كل المصادر تؤكد بأنه كان ضمن هذا الاجتماع، والبعض أيضا ذهب إلى أن هذا الاجتماع كان ضمن أو معه برفقة يعني رجال من المخابرات الفرنسية والأمريكية، وبالتالي هنالك اتهامات للمؤسسة أو مؤسسة الاستعلامات والاستخبارات وعلى رأسها المنسق العام لهذه الهيئة بخيانة عظمى. إذا صدق الخبر، يعني نتكلم حول بعض المصادر الصحفية التي يعني أدرجت اسمه ضمن هذا الاجتماع، وبالتالي الآن المؤسسة العسكرية يعني أرجعت ما كان لها، لأن جهاز المخابرات قبل أول أو قبل 2015 كان تابعا للمؤسسة العسكرية والجيش، ولكن يعني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل طيب. كان قد يعني كريم إذا كان هناك إلى مؤسسة الرئاسة شبهات على يعني مدير المخابرات العسكرية أيضا، لأن إذا كان هناك شبهات على مدير المخابرات عثمان طرطاق وتمت إقالته، إذن ما الذي يجعل من الحكومة أن تزيل تماما منصب المنسق العام للمخابرات الجزائرية؟ هي ليست الحكومة من تنسق، إذا الحكومة إذا استطاعت اليوم أن تصمد ولا تلغى ولا تحل يعني في ضمن هذا الحركة الشعبي الذي نراه وبدأ الآن، يعني فهي قدمت إنجازا كبير. لكن جهاز المخابرات إذا أقيل رئيسه الآن فإن قائد أركان الجيش والمؤسسة العسكرية هي المسؤول الأول، لأن من كان باستطاعته أن يقوم بهذا بإقالة يعني منصب عالي المستوى مثل المنسق العام للمخابرات كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمنصبه باعتباره وزيرا للدفاع وباعتباره أيضا رئيسا للبلاد وباعتباره أيضا أن مؤسسة أو جهاز الاستخبارات كان تابعا منذ 2015 إلى مؤسسة الرئاسة. الآن بعدما ضعفت هذه المؤسسة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الجناح الأقوى في السلطة الآن هي ورقة الجيش، وبالتالي الجيش أعاد أو استعاد ما كان له من أجل إحاطة نفسه أكثر، لأن جهاز المخابرات طيب. يعني قوي جدا وباستطاعته أن يكون يعني حامي للبلاد بمجمل الأخبار التي والمعلومات السرية التي تسمح بحماية سيادة الدولة. الآن مؤسسة الجيش استعادت ما كان لها، وهذا هو يعني السيناريو المتوقع مثل ما كان يقول قائد الأركان، يعني رويدا رويدا نرى كل تلك التهديدات أو كل تلك الأقوال التي قالها في البيان وحتى يعني تصريحات صحفية بأنه سيحارب العصابة بدأت تتحقق على أرض الواقع. شهدنا يعني اعتقال لرجل الأعمال المثير للجدل طيب. والذي كريم كنت أريد أن أسألك أيضا فيما يتعلق بالمظاهرات لهذا اليوم، ما هو المتوقع في هذا اليوم من خلال المظاهرات، وما هناك جديد بأن القوى المعارضة الجزائرية هي من دعت للمظاهرات هذه المرة لإسقاط الرموز السياسية، كيف هي الاستعدادات؟ صدقني وائل، الشعب لا ينصاع لا إلى يعني اقتراحات المعارضة ولا إلى اقتراحات أي شيء آخر أو أي جهة أخرى ولا فصيل آخر، الشعب وحده من يقرر يعني هذه السيادة، الشعب استرجع سيادته الآن وهو من يرفض رموز السلطة مهما كانت. يعني لما خرج في كل تلك المظاهرات المليونية لم يكن همه فقط رئيس عبد العزيز بوتفليقة، لأن المشهد كان واضحا وكان يسير إلى نهاية حكمه حتى ولو يعني بقي إلى غاية 28 من أبريل، لكن الآن الشعب يريد رحيل كل رموز السلطة والمنظومة السياسية. الآن بعد 20 سنة أو بعد 20 سنة من حكم وصفوه بالفاسد والمستبد ونهب مال العام، الشعب الآن أصبح على قدر كبير من الوعي السياسي وعلى قدر كبير من المسؤولية من أجل استرجاع حقه، من أجل استرجاع المال المنهوب والمسلوب من الخزينة العمومية مثلما يعني حتى قال الجيش ومثلما يقول يعني وسائل الإعلام ومثلما تقول المعارضة ومثلما يقول أو تقول المظاهرات. هنا شهدنا لافتات الآن تطالب بالمحاسبة، نعم يا وائل تطالب بالمحاسبة بعدما كانت تطالب بالرحيل، والمراقبون يؤكدون بأن الخطأ الأول والأخير هو تشبث هذه السلطة
بالحكم إلى غاية هذه النقطة، ولو رحلوا مباشرة بعد 22 فبراير لما وصلوا إلى هذه النقطة. والشعب الآن استرجع كرامته واسترجع هيبته واسترجع إذن سيادته، وهو من يقوم بهذا الحكم. أشكرك كريم قندولي مراسل غد كنت معك من الجزائر على كل هذه البقاءات الثلاثة، بلعيز بدوي وأيضا يعني عبد القادر بن صالح، ومعهم الباء الرابعة وهو بوشارب. شكرا جزيلا لك، وسنعود لك في نشرات لاحقة لمعرفة المزيد.